وللمزيد حول انتهاكات القوات الأمريكية والبريطانية إبان احتلال العراق وتصريحات وزير الدفاع البريطاني بإنهاء التحقيقات ضد العسكريين البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكوبيسي، كما وينضم معنا عبر الهاتف أيضا من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج. لعل البداية تكون معك أستاذ ناجي، يعني أصدرتم في مركز جنيف الدولي للعدالة بيانا أدنتم فيه إغلاق بريطانيا التحقيقات في انتهاكات جنودها في العراق، بداية كيف تصفون هذا القرار البريطاني؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم. طبعا القرار مجحف، يعني هذه بالتأكيد عندما يكون الخصم هو الحكم في نفس الوقت، لكن المسؤولين البريطانيين أو السلطات البريطانية وعدت بفتح تحقيقات موضوعية وقانونية، وهذا ما أكدته في أكثر من مرة إلى لجنة مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة، عند خاصة في المرة الأخيرة عند مراجعة تقرير بريطانيا فيما يتعلق بممارسة التعذيب عام 2019. فبالتالي يعني غلق هذا الملف هو أساسا للأسف الشديد يعني لم تكن جادة من البداية. بريطانيا حاولت أن توحي أنها ستقوم بهذه التحقيقات، لأنه في نفس الوقت أيضا كانت هنالك قضايا مرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية المحكمة لا تنظر بأي قضايا إذا كان القضاء الوطني للدولة المحلية يتولاه. فبالتالي بريطانيا شكلت لجنة محلية بهذا الغرض، من لجنة مشتركة من القوات كبيرة من الشرطة والقوى البحرية وغيرها، سميت لجنة الادعاءات التاريخية العراقية، وبدأت تستكشف وتدقق ما تسميه التدقيق الأول لهذه الطلبات الشكاوى اللي عددها 1295، وللأسف في النهاية كما وصلتكم أغلقت، وبالتالي نحن وقفنا ضد هذا. نعم سيد ناجي، يعني برأيك هل قامت بريطانيا بما يلزم لتحقيق عدالة وفق المعايير الدولية في هذه القضية؟ أكدنا ذلك في لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بداية التحقيقات، ثم في لقاء آخر في تموز 2016 عندما جرى فتح المحكمة هذه القضية في المحكمة الجنائية مرة أخرى. أكدنا لهم أن السلطات البريطانية تحاول كسب الوقت وتحاول أن تصور للمحكمة الجنائية الدولية وللرأي العام أنها تقوم بإجراءات معينة، ثم ثبتنا ذلك في لجنة الأمم المتحدة المعنية بتطبيق اتفاقية التعذيب كما قلت عند مراجعة تقرير بريطانيا، وناقشنا ذلك مع خبراء اللجنة. أكدنا لهم أنه للأسف كل هذه التحقيقات نحن نرى أنها عملية هي مجرد قضية للوقت، ولم تكن لا نراها أنها عملية جدية فعلا، خاصة أن كل التحقيقات تنحصر بجنود، وفي حين أن المسؤول عن ذلك هم القيادات. نحن طالبنا بأنه يجب أن يبدأ التحقيق مع القيادات العليا، القيادات السياسية ممثلة بتوني بلير رئيس الوزراء آنذاك، والقيادات العسكرية، وهذا ما نصت عليه توصيات لجنة التعذيب، لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب عام 2019 إلى الحكومة البريطانية، أشارت بطريقة أو بأخرى ألمحت إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين الأعلى. لكن مثل ما قلنا للأسف كان هنالك تهرب واضح من هذه. السؤال الأخير الآن سيد ناجي، يعني أمريكا سبقت بريطانيا كما تعلم في اتخاذ هذا القرار، السؤال هنا هل يمكن اتخاذ قرارات وسن قوانين داخلية تخالف المواثيق الدولية مع الوضع في الاعتبار أن أمريكا غير موقعة على المعاهدة المنشأة للمحكمة؟ فماذا عن بريطانيا التي وقعت؟ تفضل أستاذ ناجي. يعني فيما يتعلق سواء وقعت الدولة أم لم توقع على فيما يتعلق بقضايا انتهاكات معينة التي هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، ويعني طبعا ومن جرائم الحرب هذه التعذيب والقتل وغير ذلك، يعني حتى لو أصدرت الدولة قرارات
داخلية أو قوانين أو غير ذلك، فهذا لا يكفيها من المسؤولية. هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فهي تخالف قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي للإنسان طبعا بالدرجة الأولى، وتخالف اتفاقيات حقوق الإنسان التي هذه الدول تتشدق بها دائما. نشكرك أستاذ ناجي على مداخلتك. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى إكمال الحديث رفقة دكتور رحيم الكوبيسي. دكتور رحيم، كما تابعت فقد أعلن وزير الدفاع البريطاني إغلاق التحقيق في الشكاوى ضد أكثر من 1200 ضد جنوده وضباطه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق. كيف تقرأ هذا القرار وأثره على مستوى السوابق القانونية؟ تفضل دكتور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لضيفك الكريم أستاذ ناجي ولمشاهدي قناة الحقيقة. وزير الدفاع ينفذ قانونا مع كل الأسف، يعني أقول لك لأنه هناك قانون مرر بغفلة أمام هذا الهيجان للكوفيد. فالحزب المحافظين وحكومته بالاسبوع الماضي مرروا القانون اللي اسموه قانون العمليات الخارجيه. نعم. قيد الملاحقات القضائيه للجنود البريطانيين على جرائم يرتكبوها اثناء خدمتهم او قيامهم بعمليات في الخارج، يعني وهذه الفتره منح الحصانه. دكتور رحيم، هل تسمعني؟ على ما يبدو أن الصوت لا يصلنا جيدا من طرف دكتور رحيم الكوبيسي. دكتور رحيم، إذا كنت تسمعني الآن فلك أن تكمل مداخلتك حتى ننتقل إلى السؤال التالي. تفضل. أسمعك. تسمعني؟ تفضل. أيوة تسمعني. أنا قصدي أن هناك قانونا صدر، وهذا القانون مرر بالقراءة الثانية الأسبوع الماضي يوم 14/2 أكتوبر الحادي، يعني هذا القانون قيد الملاحقات القضائية. نعم. طيب، هل يمكن ملاحقة كل من أمريكا وبريطانيا من خلال تصديقهم على نظام روما الأساسي الذي يعد الأساس الذي بنيت عليه اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؟ أمريكا لم توقع على هذه الاتفاقية نظام روما الأساسي، لكن بريطانيا وقعت، ومع كل الأسف بريطانيا خالفت، لأنه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، في حين حدد هذا القانون البريطاني الآن الذي صدر بالأسبوع الماضي والذي من خلاله وزير الدفاع أوقف أكثر من 2200 شكوى ضد الجنود البريطانيين وضد القوات البريطانية، وخصوصا في مناطق البصرة ومناطق جنوب العراق. نحن أمام جرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم قيدوها وقالوا أنها خلال 5 سنوات، إذن تقادمها محددة ب5 سنوات. ومن 2003 ونحن الآن 2021، إذن تعتبر كل هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الجنود البريطانيين لا قيمة لها في هذه الحالة. هم دفعوا بعض الأموال خلال 2020 حوالي 308 شكاوى، وبعد ذلك أوقفوا هذه العمليات. طيب، بعيدا عن هذا أو إكمالا في هذا الحديث دكتور رحيم، ولكن ذهابا إلى الضحايا وذويهم الآن، يعني هل من سبيل لملاحقة الجنود والضباط ومن ثم قادتهم بالتبعية وفق نظرية مسؤولية المتبوع؟ هل من سبيل لملاحقتهم في المحاكم المختصة الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ أم أن القانون يحصن المتهمين من المحاسبة؟ لا، نظام حتى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هذه الاتفاقية قواعدها تسمو على النظام القانوني الداخلي، وبالتالي الانتهاكات الجوهرية للمادة الثانية الحق في الحياة، والمادة الثالثة حظر التعذيب، واتفاقية مناهضة التعذيب، هذه الاتفاقية من 1974، وبالتالي لا تستطيع بريطانيا أن تتخلى عن أو تتحلل من هذه الالتزامات المفروضة بموجب اتفاقيات دولية.
أستاذ القانون الدولي دكتور رحيم الكوبيسي، شكرا جزيلا لك.